الإرهاب موجود في أكثر من نقطة. بوقفة رجل واحد وعلى غير العادة اعتصم أهالي مدينة رام الله اليوم مؤازرة لأبناء مخيم اليرموك والأسرى المرضى في آن واحد، تأكيدا على وحدة الدم الفلسطيني في الداخل والخارج. نقف مع مخيم اليرموك رفضا لتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، متمسكين بحق شعبنا في العودة إلى الديار التي شرد منها، ضد المذابح التي ترتكب على أيدي عصابات الإجرام والإرهاب التي تحاول تطهير المخيم من أبناء شعبنا الفلسطيني، ونبرك رسالة للمخيم من رام الله بأننا نقف معهم وأن حق العودة هو حق مقدس لا يمكن المساومة عليه أو بيعه. الأطفال بأسلوبهم البسيط عبروا عن غضبهم إزاء الصمت العربي والعالمي تجاه ما يجري من قتل وتدمير في مخيم اليرموك، ولعل وصف المعتدي عليهم بالوحوش على لسان الطفل كان أصدق التعابير. جايين هون نضم مع مخيم اليرموك، مخيم اليرموك فيش حد بتضم معاه، فيش حد بيحكي معاه، الكل دائما مضلوا محشور ضد الانفعال، يعني داعش كله دخل عليه، كل النظام بقصفوه دائما، كل شيء في سوريا بصير بيجي احنا على راسنا، احنا على راسنا في مخيم اليرموك. لا تنسى شعب الخيام، وانت تحرر نفسك من الاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم بالكلام وانت تفكر بالاخرين البعيدين فكر بنفسك، كن ليتني شمعة في الظلام. وفي ذات السياق عبر المتضامنون عن غضبهم أيضا تجاه الإهمال الطبي بحق الأسرى، وعلى رأسهم الأسير إياس البرغوثي المصاب بمرض السرطان. رسالتنا إلى العالم أجمع وإلى الجهات المعنية بأن يطلقوا سراح الأسرى المرضى فورا، وخاصة إياس الرفاعي لأنه مصاب بالسرطان نتيجة الإهمال الطبي. الأسرى فلسطينيون وأبناء مخيم اليرموك أيضا فلسطينيون، والوجع على اختلاف مسببه يظل واحدا هو التغريبة الفلسطينية. أن يلتقي المعتصمون هنا في قلب مدينة رام الله وأن تتعاضد أكتافهم نحو هدف واحد لنصرة الأسرى وأبناء مخيم اليرموك معا، هو بطاقة تذكير لكل من نسي بأنهم أبناء وطن واحد هو فلسطين المحتلة. من مدينة رام الله وفاء عروري، تلفزيون وطن.